حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج نون البرنامج المتميز في مواضيع اللي تخص المراه بشكل خاص وايضا الاسره والمجتمع بشكل عام واليوم موضوعنا جدا مميز خلكم معنا وقبل لا نبتدي حلقتنا خلوني ارحب بزميلتي الاستاذه ريم يا هلا ريم شلون شو بخير يوم؟ يا هلا فيك يا امل واكيد نرحب المشاهدين الكرام احنا اليوم في حلقه نون راح نتكلم عن موضوع مهم جدا صحه الاسنان وزياره دكتور الاسنان يمكن في ناس تحب الدكتور الاسنان وتزوره دائما وفي ناس تخاف منه فانت من اي جهه يا امل والله انا من الجهه اللي اخاف من دكتور الاسنان ولكن اخاف أكثر أن تكون ابتسامتي ما هي جميلة، فبالتالي يمكن أكون من الناس الوسط اللي أذهب برهبة ولكن أذهب مضطرة. نعم، احنا نقول لكم دائماً بالعكس طبيب الأسنان هو يعني صديق لكم وخاصة لما تكون أول انطباع وأول مظهر ممكن هي ابتسامتك اللي تأثر على شخصيتك وعلى قبول الناس لك. في هذا الموضوع راح ناخذ إن شاء الله ضيفة بعد قليل ولكن بعد هذه الفقرة. ندخل على قانون الجرائم الالكترونيه. طبعا هو قانون تم استحداثه نظرا لاستخدام التكنولوجيا وإساءة استخدام هذه التكنولوجيا. فبالتالي الجرائم الالكترونيه هي كل اساءة وكل فعل فيه اساءة عن طريق استخدام هذه التكنولوجيا، هذا بشكل عام احنا نتكلم. فإذا طالما كان هناك استخدام للتكنولوجيا وكان في اساءة إذا هو يندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، آلية تقديم الشكاوى الإلكترونية نقدم طلب عن طريق إدارة الجرائم الإلكترونية، ويتم فيها التحقيق عن طريق النيابة المختصة، وبالتالي تأخذ مجراها مروراً على المباحث، تأخذ مجراها إلى أن تروح للمحكمة. اذا احنا دائما ننبه لا تعيد نشر اي منشور لا تقوم بعمل بث يكون مخالف للقانون لا تقوم باي اساءه بشكل عام عن طريق استخدام هذه التكنولوجيا لان مرات الانسان لما يشوف قدامه موضوع مطروح مرات يكون متحمس للمشاركة ولكن لا يعلم أن مشاركته هذه ممكن يكون فيها إساءة وبالتالي يقع تحت طائلة القانون الجرائم الإلكترونية كقانون عندنا ثلاث قوانين هنا بالكويت أول قانون هو القانون ثمانية لسنة 2016 هذا القانون مخصص والذي يحظر فيه المساس بأمير البلاد المساس بالمعتقدات الدينية أو الدين الإسلامي أيضا المساس بخصوصية الأشخاص أيضا العلاقات الدولية ما بين دولة الكويت والدول الأخرى يحضر تماما الإساءة في هذا الموضوع فهذه البنود هي تدخل من ضمن القانون رقم ثمانية لسنة 2016 ويحظر فيها الاساءة في هذه البنود. ننتقل إلى القانون الآخر اللي هو 63 لسنة 2015 وهو الخاص بتقنية المعلومات. طبعاً هذا يحظر فيه ابتزاز الأشخاص سواء الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية. فلما نكون نتعرض لابتزاز عن طريق وسائل التكنولوجيا إذاً هذا القانون ينطبق على هذه الحالة ننتقل إلى آخر قانون اللي هو 37 لسنة 2014 اللي هو قانون الاتصالات وهو أقدم واحد من هذه القوانين اللي سبق لنا ذكرناها والذي يحضر فيه تمام أو خاص يكون فيه رسائل التهديد أو نشر أخبار بهدف إثارة الفزع أو يكون آه صوره من صور التحريض على الفسق والفجور فبالتالي هذا القانون مختص في هذه الحالات واللي جميعها تكون معانا اللي هي الجرائم الالكترونيه وهي كل اساءه او فعل يمثل اساءه باستخدام التكنولوجيا او الحاسب الالي. فاحنا دائما ننصح اخذوا بالكم وانتبهوا سواء كان بالاخبار اللي تسمعونها حاولوا كثر ما تقدرون ان ما تتناقلونها تاكدوا من صحه هذه الاخبار اضف الى ذلك دائما دائما اثناء بث اي موضوع او اي خبر حاولوا كثر ما تقدرون ان احنا ما نتفاعل فيه لانه ممكن يمثل اساءه وبالتالي ممكن نحن نوصل السجن او الغرامات على فعل احنا ممكن ما نقصد فيه شيء ولكن هو يشكل في نظر القانون اساءة باستخدام التكنولوجيا مما يترتب عليه سداد مبالغ كبيرة كتعويضات احنا من الممكن من البداية عن طريق التوعية أن احنا نتفاداها وبالتالي لا نقع تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية. ورجعنا معكم اعزائي المشاهدين وما زلنا في برنامج نون واليوم الاعداد مجهز لنا فقرات وتقارير مميزه فخلونا نشوف شو عندهم اليوم راح نتكلم عن الكحة عند الأطفال وأسبابها المتعددة. طبعا لازم نعرف ان الكحة هي عرض وليست مرض ولكن ما ننكر ان الكحة تكون مزعجة للطفل وأيضا للأسرة ككل وتقعد الطفل من النوم وما تحسن من جودة نوم الطفل. طبعا من أهم وأكثر مسببات الكحة عند الأطفال اللي هي العدوى والأمراض الفيروسية اللي تصيب الأطفال سواء النشلة، نزلات البرد أو الإنفلونزا وراح نلاحظ أن شدتها تزيد خاصة فترة الليل لأن تدرون طبعا الطفل لما ينام في وضعية الاستلقاء مع تراكم الإفرازات في الفم والأنف تتراكم وتتكود هذه الإفرازات وتهيج الجهاز التنفسي للطفل أثناء النوم فتؤدي إلى الكحة. من أيضاً من مسببات الكحة الربو، أزمات الربو عند الأطفال من أعراضها الكحة وعادة تكون كحة ناشفة وتحفزها مهيجات. الربو مثل تغيرات الجو والغبار وغيرها. موضوع ايضا مهم اذا شفنا طفل خاصه في الاعمار الصغيره اذا حاشته كحه مفاجئه وحاله نفس حاله مثلا الاختناق او الشرقه او الغصه نفكر في ان الطفل قد يكون استنشق جسم غريب. او ان في جسم غريب راح الى مجرى النفس وهذا شفناها وايد خاصه بالاطفال اللي اعمارهم صغيره اللي تحت عمر السنتين لان هذا العمر هو عمر الاستكشاف ايضا من مسببات الكحه خاصه في الاطفال الصغار والمواليد اللي هو الارتجاع لان انتم عارفين ان المريء اللي هو الانبوب اللي وصل بين الفم والمعده هناك في حلقه او عضله وهذه الحلقه عضلاتها تكون ضعيفه في الطفل الرضيع لذلك هناك نسبه من ارتجاع الحليب مع الكحه. شلون نتعامل مع كحه الطفل خاصه اللي تكون بسبب نزلات البرد والامراض الفيروسيه؟ طبعا ما نحتاج الى دواء معين بس نحتاج الى كثره السوائل والراحه والعسل، بس طبعا ما نعطي العسل حق الطفل اللي اقل من عمر السنه. وفي الختام نحرص على مراجعه الطبيب عند ملاحظه اي اعراض مقلقه مع الكحه، يعني اذا شفنا الكحه استمرت، اذا كان معاها حراره مرتفعه، اذا كان الطفل يعاني من ضيق تنفس، اذا لاحظنا قلة في النشاط والحركه وجب مراجعه الطبيب لتلقي الرعايه اللازمه ودمتم بصحه وعافيه ورجعنا معكم اعزائي المشاهدين وما زلنا في برنامج نون، البرنامج اللي يطرح مواضيع مميزة واليوم ضيفتنا ايضا مميزة، راح تكلمنا عن ضرورة الزيارة الدورية لطبيب الاسنان واهمية الفحص الدوري كذلك، ومعانا اليوم الدكتورة هبة الكندري اختصاصي طب اسنان شامل متقدم لنناقش هذا الموضوع، حياك الله دكتورة في برنامج نون. الله يحييك الله يسلمك، مشكورين على الاستضافة. نورتينا في نون دكتوره ومن خلالك ان شاء الله بنعرف المشاهدين الكرام وين ما كانوا عن اهميه زياره دكتور الاسنان، الزيارات الدوريه اهميتها لصحه الفم، لصحه الاسنان وايضا لصحه الانسان بشكل عام، يمكن بعض المقولات تقول ان دكتور الاسنان ممكن انه يكتشف امراض معينه من خلال هذه المراجعات الدوريه. بالضبط، صحيح. يعني في اشياء معينه تكون موجوده داخل الفم المريض ما يكون منتبه لها او شافها مثلا وحسنا انه لا شيء عادي ممكن تروح من خلال الزيارات الدوريه للاسنان ممكن ان نعرف مثلا هالاشياء ونساعده انه يروح حق التخصص الصحيح يعني مثلا كان عندي مريض فحصنا للثيتا خذينا له اشعه قلت له عندك سكر قال لا والله ما عندي سكر قلت له خلينا نروح نشيك شيكنا السكر ولا السكري وايد عالي يعني من خلال بس الفحص مال الاسنان قدرنا نعرف وغيرها من الامراض المتعلقه بوايد اشياء من الجسم، فيعني صحه الفم من صحه الجسم. دكتوره يعني احنا ودنا نكمل مع ان الواحد لازم يروح ولكن الخوف خوفنا من طبيب الاسنان يمنعنا من الزيارات وبالتالي تصير تراكمات عند الشخص في نقول قضايا الاسنان ومرض الاسنان. بالضبط وايد مرضى يون مثلا يكون عندهم اشياء اقول له ليش ما قاعد تنتظم بالزيارات الدوريه؟ يقول دكتوره والله احنا نخاف من طبيب الاسنان. هالخوف ممكن نفس ما قلت يكون صج متاصل من الطفوله وهو صغير مثلا راح الطبيب وخلع ضرس او شيء خلاص كبر يقول ما ابي اعالج اسناني. ولكن طب الاسنان ما يخوف. يعني هالاشياء هذه العلاجات هذه بالنهايه راح تخفف لك من الالم، تعطيك ابتسامه حلوه، وتعطيك ثقه بالنفس زياده. يعني تقدم الطب الحين مثلا هل الاجهزه القديمه اللي تخرع هذه اللي موجوده والاصوات العاليه، هل تغيرت يعني نقدر نقول يعني نشوف اعلانات اللي هو العلاج بلا الم؟ طب تطور تطور عن قبل لابد يعني في الم بسيط ولكن يعني مو الالم اللي يمنع الواحد انه إيه لي لطبيب الاسنان لكن العلاجات نفسها ما تخوف يعني سبحان الله اذا رحتي عند اخترتي طبيب الصح المكان الصح ان شاء الله الزياره كلها ممكن تكون يعني بدون الم او خلينا نقول شيء وايد بسيط لا يذكر يعني مقابل نعم. النتيجه اللي الواحد ممكن ياخذها اكيد موضوع زياره دكتور الاسنان الدكتورة من اي سنه ممكن الواحد يبدي هذه الزياره؟ اول زياره للطبيب راح تكون ان الطفل يعني من واحد طفل خلينا نقول لما يكون اول ما يكمل الطفل سنه من عمره لازم يشوف طبيب الاسنان او اذا طلع له اول ضرس ومر ست اشهر عليه وهو ليه الحين اقل من سنه هم لازم يشوف طبيب الاسنان سبحان الله على اساس ان الواحد مو بس يشوفون يعني واحد يقول عندي ضرس صغيرون وبولتي ليش اودي؟ لا وايد مهم نفحص هالضرس طلع بوقتها شلون طلع الفك نفسه النمو مال الطفل شلون صاير يعني هذه وايد الاشياء راح تسهل على اولياء الامور بعدين بعلاج اطفالهم. نعم، في ناس تستمر معاهم الاسنان اللبنيه دكتوره لفتره طويله، فهذه شنو الحل معاها؟ على حسب الحاله نوع الضرس اللبني، يمكن اكثر ضرس لبني يستمر يكون ساعات الناب. اللي هو مثلا يتم الواحد 12 13 سنه وللحين نعم. واللي احنا عنده شيء ناب اللبني صغيرون موجود فهني لازم يبدي يراجع طبيب الاسنان نشوف ليش الناب ما طلع مثلا هل آه مثلا بس ممكن يحتاج ان نشيله والناب الدائم يطلع وممكن لا في مثلا شيء يمنع الناب انه يطلع، فهني الاشعاعات مع علاج الدكتور راح يحددون السبب وعلى السبب الصح راح يعطيني العلاج الصح. صحيح يعني وايضا دكتوره من الاسئله اللي احنا ودنا نسال عنها لما نراجع طبيب الاسنان دائما يكون في البدايه يحولنا الى اختصاصي، صحة فم على اساس ازاله مثلا نقول البلاك او التنظيف قبل بدء العلاج. ليش هذه نقول التحويل في البدايه الى تنظيف الاسنان. ليش تنظيف الاسنان شيء وايد مهم تقولين يعني احنا عندنا اللثه وعندنا الاسنان فهذا الاساس يعني انا اذا عندي اللثه والله حمراء ولا فيها جير ولا يعني لونها احمر و... وفيها نفس خلينا نقول انتفاخ معناته هي لثه غير صحيه فانا لما ابي اعالج الضرس بحط له حشوه ولا بحط له تلبيس فالاساس مالي غير صحي فما اقدر اني انا اسوي علاج صحي ففي البدايه ابي كل شيء يكون مثلا نظيف اللثه تمام صحيه اقدر اسوي العلاجات. وحتى لو ما عندي علاجات تنظيف اللثه مهم انه يتم وزياره الطبيب تكون كل ست شهور على اساس لو في مشاكل نكتشفها سبحان الله فما تتفاقم معنا المشكله. نعم يعني احنا طريقه التنظيف ايضا هذه من الاشياء اللي ممكن يعني العيال نوديهم الطبيب وحق التنظيف نلاقيهم يتازمون بس يقول ما راح نضد مره ثانيه فهذه الاشياء يمكن اللي ايضا اللي تسبب خوف من طبيب الاسنان ممكن التجارب يعني قلت ان اكثر الناس خوفا من طبيب الاسنان يكون من تجاربهم السابقه فمتى ما كانت التجربه وايد حلوه ومبسطه كذي راح تشوفين انه خلاص الواحد يعني تجاربه التاليه راح تكون هم حلوه ومبسطه وبدون خوف ان شاء الله والم. نعم، دكتوره تكلمتي عن اهميه اللثه والاهتمام فيها، ودنا نشرح اكثر للمشاهدين الكرام اهميه الاهتمام باللثه مو بس تنظيف الاسنان. شوف اللثه يعني لازم الواحد لما يقول سوينا تنظيف اسنان فاحنا مسوين معاها تنظيف لثه. ان اللثه نفسها تكون سليمه. شلون الواحد يقدر يعرف مثلا عندك لو الواحد مثلا يشوف نفسه بالمرايه يعني اذا اللثه السليمه يعني تكون لونها كذي مايل للوردي ما يكون فيها انتفاخات ما يكون فيها خراج او اشياء قاعد تطلع فهذه اللثه السليمه لكن هل الواحد يقدر يقيم روحه بالبيت هم لازم نروح طبيب الاسنان ليش سبحان الله في ساعات اماكن باللثه ما نقدر نشوفها يكون فيها تقرحات او اشياء معينه وما تروح والمريض ما ينتبه لها، مع الزياره الدوريه ممكن ننتبه لها، فنبدي ان احنا نتخذ الخطوه الصح للعلاج، ممكن تكون مرتبطه بمرض ثاني لا سمح الله، فلازم نحافظ عليها بحيث ان نعم. احنا ننظفها، نشيك عليها. الوان اللثه تفرق من حاله الى حاله، يعني في ناس طبيعتها مثلا حمراء او ورديه او لون البنفسجي، شلون نعرف؟ بالطبيعه يعني اللثه السليمه اللي ما يعني ما يكون فيها التهابات هي اللي يكون لونها مايل للوردي. اللثة اللي يكون لونها مايل للاحمر معناته ان انا عندي شويه التهابات بس في ناس تكون لثتها مثلا شويه يكون فيها تصبغات يكون لونها نفس المائل اللي انها تكون غامجه شويه او فيها سواد هذا مثلا ممكن تكون مرتبطه مثلا بالتدخين او تكون مرتبطه بشيء جيناتك يعني الواحد من ولد كذي يكون عنده البيجمنتيشن هذه تكون لانه هو انولد فيها بهاللون اي نعم بالنسبه حق تنظيف الاسنان يعني احنا ندري ان عندنا ثلاث مرات باليوم نفرش اسناننا مثلا وساعة اربعه على حسب الاكل هل تفرق طريقه التفريش يعني يوم كنا صغار يمكن تعلمنا اول ما علمونا ان ناخذ الفرشه وفوق وتحت الحين لا في حركة دائريه, وبعدين حركه طرديه فبدت تختلف حركه استخدامنا لفرشه الاسنان مع الايام يعني الدكاتره او الدكاتره يعني من زملائك كل يوم يقولوا لنا لا الحركه هذه افضل فشنو الافضليه شوف حسب الدراسات الاخيره خلينا نقول او حتى هذه الدراسات افضل طريقه لتفريش الاسنان ان احنا اول شيء نختار الفرشه صح الفرشه نفسها لازم تكون احنا مرتاحين فيها يعني ما اخذ فرشه انا ما اقدر امسكها واتحكم فيها حجم الفرشه نفسها يكون مناسب نوع الفرشه لازم تكون ناعمه في وايد مرضى مثلا ياخذون الخشنه والمتوسطه يقول لك تفرش زياده لا, لا ما تفرق لازم تكون ناعمه احنا ما نبي نحط اي ضغط على اللثه وعلى الاسنان فنبي فرشه ناعمه الحركه هي الحركه الدائريه ان انا اغطي جميع اسطح الاسنان سواء سطح الاسنان من برا بحركه دائريه اذا انا بسناني فوق راح انزل لي تحت اذا انا اسناني اللي تحت بعد ما اسوي الحركه الدائريه راح اصعد لي فوق لازم ما ننسى سطح الاسنان من داخل وسطح الاسنان اللي هو من فوق نغطي كل مكان ولازم ناخذ راحتنا بتفرش يعني ما افرش بسرعه بدقيقه وبعدين اقول خلاص لا لازم اكون مخضر راحتي يعني على الاقل من دقيقه لدقيقتين هذا هو التفريش الصح نعم يعني نوقف ودقيقتين نحسب له على بعض أنا, انا في حتى عندي مراجعين اقول له حط ستوب ووتش وشوف قاعد و... تفرش يعني... صح ولا لا قاعد تاخذ يعني... راحتك ولا لا وكم مره يعني هل نعيد على الضرس نفسه كم مره مره واحده مرتين يعني هي دقيقه ونص معناته احنا خلصناهم كم مره يعني نجيب. يعني على الاقل انت كل تقريبا ضرس او درس يعني الفرشه راح تاخذ تقريبا ضرسين او ثلاثه مع بعض على الاقل كذي رايحه راده حروه تقريبا يعني خلينا نقول خمس مرات شيء كذي دكتوره يعني بال... بالعاده انا عيالي اعلمهم مثلا اول ما يقوم من النوم او بعد الافطار يفرش اسنانه وقبل لا ينام. عاده بعد الغداء ايضا ساعات ندشش تفريش الاسنان، اذا كلينا شيء حلو نفرش، فيعني نقول كحد اقصى اربع مرات باليوم مو يوميا لكن في بعض الاوقات، فشنو يعني العدد المناسب كم مره باليوم نفرش اسناني؟ حسب الدراسات يعني وجمعيات طب الاسنان توصي انه التفريش على الاقل يعني خاصة حق المرضى اللي ما يفرشون انه على الاقل اقول حق المريض فرش مرتين باليوم، صبح وبالليل. فالتفريش يكون من مرتين الى ثلاث مرات اللي هو بعد الصبح اول ما نقوم بالليل قبل لا ننام هذه اخر شيء، بعد الغداء اللي هو بعد الوجبة، فنفرش حروة تقريبا الثلاث مرات، هذا يعني افضل عدد مرات نفرش فيها وثلاث مرات. في ناس ممكن تفرش يصير عندها يعني تحب تفرش وايد باليوم. هم التفريش الكثير يعني مثل ما يقولون زيادة الشيء هم ممكن تضره. فالتفريش هو من مرتين إلى ثلاث مرات نعم إذا إحنا نأخذ المشاهدين الكرام إلى فاصل من برنامج نون ونرجع نتواصل معكم عودة لكم مشاهدينا الكرام وبرنامج نون واليوم موضوعنا عن صحة الأسنان وتنظيف الأسنان والاهتمام فيها، تكلمنا عن تنظيف الأسنان، تنظيف اللثة واستخدام الفرشاة أيضاً وبناخذكم إلى موضوع مهم جداً يمكن البعض يهمله أو ما يهتم فيه، خيط الأسنان وأهمية استخدامه. دكتورة هبة رأيكم الطبي في موضوع استخدام خيط الأسنان وطريقة الاستخدام أيضاً. خيط الاسنان خيط الاسنان من الاشياء اللي وايد مهمه بخطوات الاهتمام بالاسنان واللثه لان تقريبا يعني خلينا نقول جزء كبير من الضرس يكون بالمنطقه اللي بين الاسنان فيه فيها اكل يتجمع فيها بلاك الواحد ما يقدر الفرشه نفسها ما تقدر توصل حق هالمناطق فالخيط وايد مهم ان الواحد يستخدمها على الاقل مره باليوم بحيث ان هالمناطق اللي بين الاسنان تكون نظيفه ولا طريقه استخدام معينه بحيث ان الواحد يستخدمها بطريقه صحيحه بدون ما يجرح اللثه وقاعد نسمع الحين الشيء الجديد الخيط المائي، هل يفرق عن الخيط العادي دكتوره؟ الخيط المائي، الخيط المائي له استفادات وايد خاصه للمرضى اللي عندهم جسور، زرعات، المرضى اللي حاطين تقويم. لكن الخيط المائي ما يغني عن الخيط العادي. لازم نستخدم الخيط العادي على اساس إن احنا ننظف بين الاسنان. لو ناخذ موضوع تجميل الاسنان البعض يمكن يشوفه شيء مهم جدا والبعض يشوفه كماليات في الحياه انا يمكن ما احتاجه رايكم ايضا في هالموضوع ومتى نلجا الى تجميل الاسنان تجميل الاسنان خلينا نقول موضوع شاسع والراي المريض مهم جدا ليش لان الناس اذواق في شيء انا اشوف مثلا انا احب ابتسامتي فاحس اني ما احتاج تجميل وفي ناس تقول لا انا اشوف ابتسامتك تحتاج تجميل فبالنهاية وايد مهم بخطة العلاجات خاصة التجميلية طبعا الطبيب يقيم الحالة ويشوف إذا هل ممكن هالعلاج التجميلي أو لا ورأي المريض شنو توقعات المريض نفسه يعني المريض شنو وده يوصل شنو الشكل اللي يبيه شنو اللون اللي يبي يعني في ثقافات معينة مثلا إذا الضرس لاف شوية يشوفونه جمالي في ناس تقول لا انا ابي اسناني صفه واحده ما ابي شيء لاف ولا شيء كذي لون الاسنان في فتره من فترات كان اللون الابيض دارج يعني لو تصيرين اطباء الاسنان يقول لك لا احنا ما نشجع على اللون الابيض نحبس اللون الطبيعي هو اللون اللي بس ممكن كان موضه يعني بالضبط في اشياء تصير موضه تصير هبات كذي بين فتره وفتره ولكن بالنهايه احنا ناخذ راي المريض ونشوف اذا هل طبيا احنا ممكن نسوي هالشيء ما في مضره للمريض هني نطبق خطه العلاج التوعيه وايد فرقت بمواضيع الهبه ليش لان في اشياء صارت الناس تبيها اساس أنه ابي اسوي نفس هالشيء ولكن لما صار في توعيه الاطباء المرضى قاموا يسمعون ويعني يثقون بالطبيب ويسمعون حق رايه في اشياء وايد تغيرت اذا المريض يحتاج العلاج قاعد يسوي له ما يحتاج العلاج لا قاعد يقول والله ممكن بشيء بسيط يعني في ساعات مثلا بدال لا تسوي ابتسامه كامله يقول والله اذا سوينا لك تبيض راح يفرق معك بالفعل نسوي له خطوه التبيض مثلا وتفرق مع المريض فتشين كنت فادينا ان احنا مثلا نبرد الاسنان او نعرضها حق اشياء ممكن تضرها على المستقبل بعيد. أي نعم. والتركيبات يعني ايضا التركيبات هل في يعني مثلا دكتور او او المريض يبي تركيب وفي دكتور ينصح يقول لا هذا التركيب يضرك فاحنا نفضل زراعه شنو الفرق بين الزراعه والتركيب الزراعه الزراعه لما يكون عندنا مكان مثلا ضرس شاع فصار مكانه فاضي فبهالفراغ نفسه انا راح اجي وازرع ضرس اللي هو تكون عمليه جراحيه بسيطه ما تخوف وايد ناس تخوف منها بس هي إيه شيء بسيط يعني مجرد انه حبسطت لك اياها انه يعني نفس برغي صغير راح ينحط بالمكان نفسه نحطه نسكر عليه اللثه ننظر فتره ممكن ينحط مع عظم او بدون عظم على حسب الحاله بعدها راح ننظر على حسب فينا على حسب نوع الزرعه مكانها الشركه اللي استخدمنا منها الزرعه ننظر تقريبا شهرين او ثلاث شهور بعدين راح نرد مره ثانيه نركب قطعه على الزرعه وبعدها دكتور التركيبات راح يلبسها هذه هي الزرعه التركيبات على حسب التركيبات اذا انا الضرس اصلا موجود عندي فبس ابي ابرده والبسه سواء الضرس متعالج عصب او الضرس مكسور او شيء. لكن اذا المكان فاضي وانا ابي اسوي تركيبات ما ابي اسوي زراعه كانوا يسوون وهذه ما عادوا يسوونها الحين وايد بعد ما صار عندنا يعني الزراعه بشكل كبير، كانوا يسوون شيء اسمه جسر. ان الضرس اللي على اليمين والضرس اللي على اليسار كنا نبردهم وعد وفي الاغلب يكونون سليمين، يعني انا قاعده ابرد ضرس سليم ما في شيء، بس عشان بالفراغ اقدر اني انا احط جسر. فلما جت الزراعه هذه شالت فكره الجسر صرنا نزرع. إذا الزراعة يعني تعتبر يمكن نقول إنقاذ الأسنان حق الناس يعني إي حق الأسنان الناس اللي يكون عندها فراغات أو يعني فقدت أسنان صار الزراعة إنقاذ نعم وهي تتم حسب الحالة الصحية للمريض دكتورة؟ طبعا يعني نعم. نسبة الزراعة عالية، نسبة نجاح الزراعة عالية لكن نفس الشيء احنا نقيم كل مريض على حدة يعني اللي اللي يمشي مثلا حق هالمريض ما يمشي حق المريض الثاني فكل مريض لحالته نشوف مثلاً صح الصحة العامة للمريض هل المريض مثلاً مدخن هل المريض سكر منتظم أو غير منتظم أه نشيك حتى عمر المريض لأن لو المريض مثلاً صغير ما وصل للنمو ما نقدر نسوي له زرعة لازم ننطر إن النمو يوقف أه السكر لازم مثلاً يكون منتظم لو المريض يأخذ أدوية معينة في أدوية معينة تأثر على العظم نفسه فأنا لو حطيت له زرعة وهو قاعد يأخذ هالادوية ما راح تلتئم المكان نفسه ما راح يلتئم فاحنا نقيم حالة المريض وعلى هالاساس الدكتور المختص يحدد اذا نقدر نحط الزرعه واغلب الحالات الناس يكونون يعني نقدر نحط لهم زرعات نعم تكلمت قبل شوي على موضوع برد الاسنان وهذا ايضا كان موجود ودارج في المجال التجميلي ايضا. الان موضوع البرد البعض يخاف منه انا ما ابي ابرد اسناني بسوي تجميل بدون برد. فناخذ موضوع برد الاسنان هذا من اللي يستاهل انه يسوي اسنانه ولا لا خليهم نفس ما هو على حسب الحاله نعم. نفس الشيء يعني في مثلا ان المريض هو اللي يقيم الحاله نشوف صفه الاسنان شكلها المريض بنفس ما قلت شنو متوقع من الاسنان اسنانه بارزه مو بارزه على هالاساس راح نقدر ان احنا نقدر مثلا هل المكان نفسه يستاهل ان احنا والله نبرده ونسوي له مثلا تركيبات العاديه او القشرات اللي هي الفينير او لا ممكن نسوي له قشره بدون برد او ممكن حتى انه مثلا لا ما يحتاج اسنانه زينا ممكن ان نقوله بس مثلا والله تبيض مع اهتمام وتفريش ومتابعه دوريه مع طبيب الاسنان ابتسامه راح تصير حلوه وفي مرضى ممكن نقول لهم والله لا لجأوا مثلا للتقويم التقويم راح يقدر انه يعدل لك الصفه وراح يعطيك الابتسامه اللي انت تبيها بدون ما تدش بدوره برد الاسنان والتركيبات، لان أهم التركيبات لها عمر افتراضي، يعني خلاص انا حطيت تركيبه مو نفس مثلا ضرسي السليم اللي سبحان الله الله خلق لي اياه. هل البعض يقول بعد عشر سنوات المفروض انا اغير او اكثر او حسب؟ العمر الفتر... التركيبات لها عمر افتراضي، لا. تختلف بالدراسات اللي هو العمر الافتراضي كم للتركيبه، لكن في يعني خلينا نقول مثلا عشر سنين شيء كذي. بس مثلا انا اهتميت بالتركيبه ممكن هتضل معي وممكن لا خلاص بعد عشر سنين يبدي مثلا التركيبه تصير فيها مشكله معينه خلاص انا احتاج اني انا هني ابدلها واشيلها فهم شيله التركيبه هذه ممكن احتاج مثلا اعدل ابرد شوي فيعني الضرس نفسه يتاثر دكتوره قد مره سويت تركيبه لشخص وبعد فتره قال لا ما عجبني شكلي شيل وبرد نفس اسناني القديمه ايش يصير وفي مرضى يسوون كذي تصير يعني بس احنا نسوي يعني انا عن نفسي اسوي شيء وايد مهم اللي هو التجريبي لما نجيب التركيبات وخلاص بحطها احط له نفس يعني اجرب له اياهم ونحط نفس مثلا صمغ تجريبي وخليه يشوف الابتسامه ساعات حتى اقول له احد معاك في البيت انت تثق برايه مثلا اصور له اسنانه اقول له خلاص لان احنا بعدين راح مثلا نحط لهم الصمغ الطبي وراح نلزقهم فيعني في صعب انه يتعدلون بعدين لأنه يعني راح نرد مثلا نشيل ممكن نبرد ممكن شيء فخليه لين يصير مقتنع بعدين يقول لا تمام كذي خلاص خليهم حلو يعني الواحد يقتنع باسنانه يقتنع بشكله يقتنع لان اذا بردنا شيء ما ي... ما نقدر ان احنا نرد الجزء يعني اللي ما برد يرجع يعني إيه؟ مثل قبل وهذا شيء مهم ان الواحد يقتنع ب... بالشكل الجمالي له في بعض دكاتره الاسنان ممكن زارهم المريض ينصحب مثلا بالتقويم مثل ما قلتي فمن اي عمر تبتدون تقويم الاسنان من سبع سنين يعني سبع سنين يقول لك انه لازم لو انت حسيتي مثلا الطفل محتاج تقويم او حسيتي لو في مشكله بسيطه انه تراجعين طبيب التقويم ليش لان الطفل هذه ممكن نستفيد من فتره النمو ممكن ان احنا يعني نحل وايد مشاكل انه يركبوا له نفس اشياء معينه دكاتره التقويم اجهزه تقويم معينه ويستفيدون من النمو للطفل نفسه بحيث ان احنا بالمستقبل نقلل من احتياج العمليات او علاجات معقده دكتوره ايضا في بعض يعني احنا من البدايه تكلمنا عن خوف الانسان من زياره طبيب الاسنان وانه في البعض يوصل في مرحله الالم بالاسنان ومع الخوف خلاص ياخذ اي علاج عنده يعني يسال شنو اللي عالجت في اسنانك او يكلم مثلا اسناني تعورني شنو شنو اخذ على اساس يهدي الالم ولا انه يزور طبيب الاسنان بالضبط هذه مشكله صح؟ بالضبط موجوده يعني المريض قبل لا يوصل حق الطبيب يحاول انه يعني يعالج نفسه يسال مثلا عيال إيرانهم أهلا والله شنو سويته وشنو خذيته وياخذ نفس الدواء وهذا شيء يعني ممكن يضر وايد مرضى خاصة الوايد ناس لما يطلع لهم مثلا خراج يروح على طول ياخذ مضاد حيوي بدون وصفة طبية وهالشيء ممكن يضرهم على المدى البعيد لأن على كثير ما الواحد ياخذ مضادات حيوية جسمنا نفسه البكتيريا والجيرمز هذول يسوون مناعة ضد المضاد الحيوي إينا. بعدين لما نحتاج صدق المضاد الحيوي ما نقدر يعني ما نستفيد منه الجسم ما يستفيد أي. منه صحيح كل الحالات طب الاسنان مثلا مو كل الالام او مثلا الخراج ممكن انه يحتاج مضاد حيوي، فيكون حتى المريض خذ شيء وهو مو محتاجه. فلازم انه يزور طبيب الاسنان، طبيب الاسنان يشوف لنا ساعات بس علاج ان انا مثلا اشيل التسوس او اعالج الخراج نفسه والمريض ما يحتاج غير مسكن في النهايه ف... نكون كذي وفرنا على المريض صحيح يعني تكون وفرت على نفسك وعلى يعني الالم وبالمستقبل ايضا حق الضرس نعم اكيد اذا يمكن نختم هذا اللقاء دكتوره معاك ولازم ناخذ منك نصائح نوجهها للمشاهده الكريمه والمشاهدين بشكل عام في موضوع الزيارات الدوريه للدكتور مثل ما انتم يعني احنا من البدايه قاعد يعني نقول ان الخوف يخلي الواحد ما يزور لكن لا تخافون طبيب الاسنان يعني وايد مهم صحه الفم نفسها مهمه زيارات الدوريه كل ست شهور مهمه هذه الزيارات راح تجنبنا وايد آلام راح تجربنا وايد علاجات ممكن يكون إحنا مو ممح... يعني ما نوصل حق مرحلة إن إحنا مثلًا علاجات تصير وايد معقدة وايد كبيرة بخلال هالستو شهور نسوي علاجات بسيطة ونتفادى كل العلاجات المعقدة تفريش الأسنان وايد مهم الخيط وايد مهم والزيارات الدورية شكرا لك دكتوره هبه الكندري اختصاصي طب اسنان شامل متقدم على وجودك معنا اليوم ونقاشنا في اهميه زياره طبيب الاسنان وايضا على التفريش وان الخيط المائي ما يغني عن الخيط العادي. يعطيكم العافيه انا اللي اشكركم على الاستضافه وان شاء الله استف... يعني نكون افدنا المشاهدين. اذا وصلنا معكم لختام حلقه اليوم نلقاكم في حلقات قادمه من برنامج نون.